جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم إبراهيم بعثت تسأل وتقول: كيف يستطيع الإنسان المسلم والذي فقد أحد والديه الأب أن يقدم لهذا المتوفى الخير أو الأعمال الصالحة أو أي شيء ينفعه لهذا المتوفى، ونحن أولاده إن شاء الله مستعدون لذلك؟ المهم أن المتوفى يرحمه الله يستفيد مما نعمل، وهل يفيد أن يصلي الواحد منا ويهدي ثواب الصلاة إلى المتوفى، وأقصد الصلاة غير المفروضة، علما بأن المتوفى كان يصلي ولله الحمد؟ جزاكم الله خيرا. نعم، بقي من بر والدكم ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، من قضاء الديون التي عليه، ومن تنفيذ وصاياه إذا كان له وصايا شرعية، والدعاء له والاستغفار له، صدقة عنه، وأعمال البر التي وردت فيها الأدلة عن الميت، وكذلك صلة الرحم المرتبطة به التي تربطكم بها قرابة من جهة والدكم، تصلون الرحم التي ترتبط بالوالد، وكذلك الإحسان والبر بصاحب والدكم إذا كان له أصحاب وله أحباب كان يأنس بهم، فمن بره أن تحسنوا إلى أهل ود والدكم، هذا مما ينفع به الله الميت بعد وفاته، ولا سيما الدعاء، قد قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نعم.